اقفل القريبه. عنده اتنين كلين شيت في ست مشاركات، وهنشوف ضربة حرة مباشرة، ارتداد كبير من لعيبة غزل المحلة، وتقدم بكثافة من النادي الأهلي. ادي علي معلول، وادي الكرة العرضية، وادي جول 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 جول. هدف أول في الدقيقة 42، لكن أعتقد إن ران الصديقة الكادر جاي على عبد المنعم وعلى علي معلول، لكن أعتقد إن ران الصديقة فرحة أولى وسعادة. بص شوف الحكاية، وبص شوف القلشة الغريبة العجيبة. العش طلع كورة، لكن المرة دي حطها في العش، حطها في مرمى الميهوب علشان المارد الأحمر يتقدم ويضيء الطريق لتقدمه وينفرد بالصدارة بعيد، لكن عن طريق النيران الصديقة أصدقائي، وعن طريق الكرة الثابتة الخادعة الماكرة من علي.